عشان في ناس كتير شافت الفيديو اللي فات وطلبت مني ماوس اقتصادي بس يكون جامد في العاب الاف بي اس والمونتاج كمان. متنساش تعمل لايك وفولو وهنخش على ماوس النهارده تكنو زون الفي 6. متنساش تعمل لايك الفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه مره تشوفني. يلا بينا نبدا. ماوس التكنو زون الفي 6. الماوس ده الصراحه من الماوسات اللي انا طلبتها شخصيا من تكنو زون. انا اللي دخلت كده قلت لهم انا عايز ماوس الفي 6 اعمل له ريفيو. انتظروا مني جمادان في الريفيو ده. اول حاجه نبدا بالانبوكسنج بتاع الماوس. انبوكسنج بسيط جدا. اول ما هتفتح مش هتلاقي غير الماوس بتاعك ولا هتلاقي مانوالز ولا هتلاقي اي حاجه خالص. كل حاجه هتلاقيها مكتوبه على الماوس من ورا زائد شكل الماوس اللي هتلاقيه من قدام. التكنو زون في 6 ايقونه في الجمال والله العظيم يا جماعه. نبدا الاول بالديزاين بتاعه اللي مزيج بين الاسود المط والاسود اللامع. انا بحب قوي يا جماعه الحاجات المختلفه اللي تكنو زون بتحطها دي. لا احنا لسه ما خلصناش غرابه بالراحه بس خلينا نكمل كلام حاجات الطبيعية الأول. هتلاقي السكرولينج ويل عادية جدا، الماوس بيجي بثمان أزرار، الماوس ده لليد اليمنى فقط، هتلاقي تجريب في الجنب هنا كده تقدر تحط فيه صبع واحد من صوابعك، عشان خاطر يخلي مسكتك مريحة وتقدر تقعد وقت أكتر وأنت ماسك الماوس ده، زائد طبعًا علامة تكنو زون اللي موجودة من هنا دي اللي بتنور طبعًا، والجزء في الجنب ده برضو اللي بينور. بمناسبة الحاجات اللي بتنور، الماوس ده طبعًا مش أر جي بي، هو ريمبو عادي جدًا، تقدر تغير بين 13 مود عن طريق السوفت وير أو عن طريق الزرار اللي موجود هنا ده. الزرار اللي تحت ده لما بتتك عليه بيبدأ يتنقل لك بين مودات الأر جي بي، غير الزرار اللي فوق طبعًا اللي بيحولك بين البروفايلات بتاعت الماوس بتاعك، لأن أنت ممكن تعمل أكتر من بروفايل تتنقل ما بينه. زائد طبعا زرار الباكورد والفورورد والزرار العظمه ده زرار الدبل فاير. الزرار ده يا جماعه من غير سوفت وير ومن غير اي حاجه بيحول لك اي سلاح سنجل لاوتو. مش بقول لكم الماوس ده ماوس للجيمنج؟ طبعا تقدر تعمل الموضوع ده في اي ماوس تاني بس عن طريق الماكرو الموضوع بيكون متعب. مش بقول لكم روقان؟ انا بس اغير البطاريه بتاعت الكاميرا عشان هتفصل دلوقتي ونكمل الريفيو. الحمد لله حلت المشكله بنجاح. تعالوا بينا نكمل الريفيو بتاعنا. على ما اظن احنا خلصنا كلام عن وش الماوس. تعالوا بينا نخش على ظهر الماوس اللي فيه حاجه غريبه جدا انا اول مره اشوفها في ماوس الصراحه. الرجول بتاعت الماوس من بلاستيك. انا اول مره في حياتي اشوف الرجول بتاعت الماوس تكون بلاستيك مش تفلون. الموضوع غريب شويه بالنسبه لي الصراحه وحاسس انها مش هتكون نقطه قوه. هشرح لكم الموضوع ده في تجربتي الكامله في الاخر في الجيمنج وفي المونتاج. خلينا نخش بقى على امكانيات الماوس بتاعنا. الماوس بتاعنا بيجي ب 13 مود ار جي بي تقدر تتنقل ما بينهم عن طريق الماوس او عن طريق السوفت وير. زائد انه بيجي ب 8 ازرار تقدر برضه تتحكم فيهم عن طريق الماكرو في السوفت وير. زائد انه بيجي بدي بي اي من 200 ل 12800 وباكسلريشن 20 جي والبولنج ريت بيوصل ل 1000 هرتز. دورت في اكتر من مكان على اسم ونوع سنسور بس مش مكتوبين الصراحه. فاللي هيحكم معانا التجربه الفعليه في الجيمنج وفي المونتاج بعد شويه. خلينا بقى نخش على السوفت وير دلوقتي لان ده نقطه القوه بتاعت الماوس حرفيا. السوفت وير الصراحه انا بعشق السوفت وير بتاع تكنو زون. هتلاقي فيه كل حاجه، ماكرو تقدر تعدل عليه، مودات ار جي بي في 13 مود تقدر تتنقل ما بينهم، بروفايلات في اكتر من بروفايل تقدر تعمله وتتنقل ما بين البروفايلات برضه، دي بي اي تقدر تتحكم فيه وتقدر تحدد انت عايز كام بروفايل. صراحه السوفت وير جامد جدا الصراحه وسهل مش محتاج شرح اصلا. شرحناه في اكتر من ماوس قبل كده. معظم السوفت ويرات بتاع تكنو زون قريبه جدا من بعضها، فانت لو دخلت على اي فيديو من فيديوهات تكنو زون قبل كده هتلاقي شرح السوفت وير هو بالظبط تقريبا. خلينا بقى ما نضيعش وقت ونخش على تجربه الجيمنج والمونتاج. ماوس التكنو زون الفي 6 من الماوسات الجامده جدا الصراحه اللي انا حبيتها قوي في الجيمنج وفي المونتاج. لعبت العاب كتير جدا، العاب اف بي اس والعاب اونلاين واوفلاين، منتجت بيها كتير جدا حوالي فوق ال 20 فيديو. صراحه الماوس ما اثرش معايا في اي حاجه، وطبعا ساعد على اداء الليفت اوف ديستنس او ال او دي اللي كان واحد دي في دي بس. الصراحه انا كنت مفكر في البدايه ان القواعد البلاستيك دي هتعيقني وانا بلعب الالعاب وهتاثر على تجربتي جدا في الجيمنج، وكنت حاسسها خطوه غبيه جدا من تكنو زون. ولكن بعد ما جربتها ما حسيتش بفرق خالص، بل بالعكس كمان كنت بحس التجربه اسلس مع القواعد البلاستيك. بس خلي بالك الكلام ده لو انت جايب ماوس باد، انما لو بتجربه على الترابيزه بتاعتك فهتسمع دايما صوت خروشه هتوجع دماغك. حاسسها خطوه جريئه جدا من تكنو زون بس كانت تجربه حلوه الصراحه. فده ماوس يا جماعه للجيمنج والمونتاج وش. اي حاجه انت محتاجها من الماوس هتلاقيه متالق فيه. زائد طبعا الماوس عليه ضمان سنه كامله ضد عيوب الصناعه، لو في اي مشكله ممكن تبدله على طول. الماوس ثمنه 455 جنيه. هسيب لكم لينك الشراء في الديسكربشن وهسيب لكم برده رابط تحميل السوفت وير في الديسكربشن، وكل حاجه ليها علاقه بالماوس هسيبها لكم في الديسكربشن. انا كده عملت كل اللي عليا. كل اللي عليك ان انت تعمل لايك الفيديو وتعمل سبسكرايب لو مره تشوفني. بس كمان سلام. You still